طبعا الجائزه دي يعني الى جانب كل الكلام اللي قلناه لحضراتكم فهي في المقام الاول ناتجه عن ان هذا الفكر الاقتصادي للنادي الاهلي كان من اهم الاسباب الداعمه والرئيسيه للمؤسسه الرياضيه في التعامل مع جائحه كورونا والخروج بنتائج ودروس مستفاده وممتازه في العمل المؤسسي. في الوقت اللي كانت الدنيا فيه خربانه بالمعنى الحرفي انتجت هذه المنظومه عوائد ماليه وبشريه ومعرفيه ان شاء الله هتستمر لسنوات كمان قادمه، طبعا الى جانب التفوق الرياضي للنادي الاهلي في كل الرياضات محليا وقاريا وحتى دوليا، كل ده بيوري العالم كله كيف تدار هذه المنظومه، منظومه النادي الاهلي المحترفه، الفكر المتجدد الابداعي الاقتصادي الرياضي الاجتماعي التنموي. باختصار هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي اللي اسمه اصبح براند في منطقه الشرق الاوسط. وطبعا الجدير بالذكر ان اكيد تسلم هذه الجائزه هيكون في حفل تكريم ضخم وهي مجلس دبي الرياضي ان شاء الله حدد يوم 9 من يناير المقبل لاقامته. حلو قوي قوي.